مغامرتنا النهارده؟ استعد. ايه اكبر مغامره عملتيها في حياتك؟ اخر حاجه يعني انا كنت في المغرب من اسبوع كده، بس المغامره في ده ان انا كنت لوحدي، فدي كانت مغامره كبيره بالنسبه لي، لان انا دايما لما بسافر لوحدي بيبقى عندي شغل وما بروحش غير بس على مكان الشغل وخلاص. المره دي انا كنت رايحه يعني اتفسح ورحت كذا مدينه وكنت معتمدة على نفسي تماما، يعني دايما لما بيبقى معايا حد دايما ببقى معتمدة عليه في كل حاجة. كنت مبسوطة قوي ان انا لا معتمدة على نفسي في كل حاجة ومركزة مع كل حاجة انا بعملها. يعني بجد لما قضيت السفرية دي قلت هو انا ازاي بجد لسه ما خلصتش كل المدن الحلوة قوي اللي عندنا هنا. يعني انت من النوع اللي بتحسبي المغامرة ولا قلبك مقويكي وبتدوسي فيها على طول؟ انا بحب اغامر. بس يعني لو يمكن حسيت ان المغامره دي ممكن تاذيني او ممكن ما اعملهاش. ايه الحاجه المستحيل تغامري بيها او اللي تاذيكي؟ سكيينج مثلا ما بحبوش، بالذات لو في مكان بتاع سكيينج، يعني مش حاسه انه ممكن افضل اتفرج عليه من بعيد، بس ما احبش اعمله. يعني مش عارفه، يعني بحس الحاجات دي شويه ممكن تبقى مؤذيه، خصوصا ان انا عمري ما عملتها. يعني غير السكاي دايفنج ايه المغامره اللي نفسك تعمليها؟ سنوركلينج. ايش معنى؟ يعني بحس ان هو حاجه يعني حلوه جدا، بس شويه عندي ايشوز كده في موضوع التنفس، يعني بخاف ان انا مش هعرف اتنفس كويس. مع ان هم قالوا لي ان هي يعني عادي سهله يعني، بس ان شاء الله اعملها. يعني ايه اكتر اغنيه ليكي لايقه على الموقف اللي احنا فيه دلوقتي او حساها كده؟ ولينا رقصة، لينا رقصة، انا وانت مفيش حاجة ناقصة، مزيكا وفرحة كبيرة، خالصة انا يا حبيبي كده خالصة، ولينا رقصة. احنا خلصنا اسئلة، هنكمل باقي الاجراءات عشان تاخدي ختم المغامر، وهنروح دلوقتي نعمل في ار تيست كده بسيط عشان نختبر فيها ردود فعلك وثباتك الانفعالي. جاهزه؟ انا عمري ما جربته بس تمام يعني. هتشوفي كل حاجه دلوقتي. يلا بينا. انا لابسه احمر جوه. ابتديت ثانيه. طب انا احنا كده بنطير ولا بيحصل ايه بالظبط؟ اهي احنا بنروح من كده. انا شايفه دايره ثانيه. قصدي المكان. انا بقى خسرت. كارمن انت 98% مغامره. ايه ده حلو جدا. وده هيديكي لقب المغامر اللي مش سهل خالص. جاهزه دلوقتي لتاشيره المغامر؟ خلاص بقى جاهزه. تمام. احنا 98. قبل ما نعمل مغامره هتعملي فويس نوت، هتبعتيها لنفسك، تبعتيها لاي حد. أوكي. هتقولي اي حاجه انت حاساها. ماشي يلا بينا. عادي اقول اي حاجه؟ اي حاجه. ماشي. زوزي كارمن، واحنا في طريقنا للمغامره والاول مره هتعملي سكاي دايفنج، كان نفسك مين يكون معاكي دلوقتي ويشاركك اللحظات دي؟ هو مصطفى يعني، بس هو ما بيتحمسش للحاجات دي وبيحب يعني يغامر ويعمل حاجات وكده، بس ملوش في المغامرات. طب ايه رايك تكلميه فيديو كول؟ ماشي. وتحكي له كده هتعملي ايه. اوكي يلا بينا. اوكي. هاي. الو. ازيك؟ الحمد لله. بص انا في الطريق دلوقتي رايحين نعمل السكاي دايفنج، قدامنا 10 دقايق كده. متحمسين؟ متحمسين. كان نفسي تكون معايا والله، بس انت بقى ما لكش في الكلام ده خالص. يعني هتشجعيني وهنعمله مع بعض بقى ان شاء الله. بصي هتبصي على الاخر. ثانك يو. نجوم السماء